السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير ومستانسين وطيبين. معكم عبد الرحمن ودحوم. جايب لكم اليوم فورزا فور، طبعا لاني تركنا اللعب مده فجاه تو المقطع السخيف هذا. طبعا لعبه فورزا فور لعبه سيارات، جايب لكم لايف كومنتري بسيط، يعني فضاوه من باب فضاوه كذا. طبعا اول شيء هذا اللعبه على الاكس بوكس، فيعني اللي عنده اكس بوكس ويلعب فورزا يا ليت يضيفني. الجيمر تاج شفوه على الجنب المكتوب ده 11413. بسجل لكم في الكومنت، في الديسكريبشن، فيعني يا ليت تضيفونني. المهم يعني تسووا لي اد عليه، تسوي انجليزي، يا شباب. فيعني الله الله الله. يلا طبعا بنخش جيم دريفت. اللي ما اعرف ايش دريفت يعني تزحزح السيارة يمين وانداس السيارة، فهمتوا؟ اكتب دريفت وتفهم يعني تفحيط يعني. عندي رسالة وش اوديو، كيف الحال؟ معلش بس صار صوتي رايحين غلطة، رايحين وطي. طيب مش ندخل نيو فايند دريفتنج خش. طبعا اول شيء حاب اعتذر عن المقطع اللي راح، بس يعني هذا كانت راي، انا كان راي شلون ما ادري شلون اقول لكم، كان شيء بخاطري ودي اقوله. يعني حرام يضيع تعب 6-7 ساعات شغل، يعني ساعة تصوير على بال ما انا مثلا انا وريان مثلا نسوي مقطع، نسوي مدري ايش، نسوي له مدري ايش مدري ايش مدري ايش، ونقول اني يلا بنروح نلعب لعبة فلانية، نسوي كذا لا نسوي كذا، نلعب كذا نلعب كذا، ثم نبدا نسجل، احيانا نخطي ثم نرجع نعيد التسجيل من اول. وغير كذا عقبه اسوي له اديت، تركب الصوت على الصوره، نطابق الصوت على الصوره. يعني ما ودي ابلش روسكم هذا الكلام، بس يعني قدروا الشيء اللي انا اقوم فيه. و يعني ايوه خلينا نختار سياره قبل ما ذا. لا 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 سلكت كار. اوكي 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 يلا 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 اوكي، لاني قبل شوي بديت جيم ولعبت واعطوني سياره ما ابيها. اوكي ويعني غير الابلود، غير عقب ما ارفع اليوتيوب اقدر اضيف عليه الكومنت والمدري ايش، واقدر اضبط فيه. يعني انا ما ودي ازعج روسكم، لكن هذا الشيء اللي اوصله لكم. يعني نشوف نقدر نختار سيارة، ايش رايكم باشتراكي يجي؟ ولا في الكريزلر هذي؟ ترى كلها تضبيطي يعني، كل سياراتي وهذولي سيارات الكلب او النادي حق اللي انا مضاف معه، مع اني ما ادري شلون انضفت معه، لكن يلا بس يلا في سيارات كويسة يعني تفيدني بالسباقات احيانا. طبعا السيارات اللي الحين يحمل يعني مو بكذا السياره، بس يعني تلقاهم مضبط عليها مركب عليها جنوط، بس لان السيارات اصلا ما هي عندي، فاي يحمل انه ما ادري ايش. يعني الحين لو نروح لاول سيارات تلقاها يمكن ايوه شوف مثل ذي، ها تشارجر بي ام، هذه ما بعد حملت. يعني في سيارات حملوا وفي لا، يمكن ايه يمكن لا، مخلي كريلا ذا بوجاتي شكل ذا ما ودهم يبدون. اما هذول بدين لهم شوي وحنا قاعدين نتحراهم، سلامات.
طبعا اذا دخلت لوبي هم قاعدين يلعبون فيخليك برا الجيم لمن يقضون عشان يدخلك معهم، فسلامات وقت تحراكم مع نفسكم. تبون نخش سباق؟ يعني نظهر ما احنا بخشينا. يلا ناخذ البوجاتي ندعسه. اوكي طيب خششنا جيم، الله لا يهينك، بس تكون جيم محترم وكله دبش عشان ما نتفشل قدام الشعب. طبعا اي شيء اقتراحات لكم، اقتراحاتكم مثلا فيني شيء انا ما جاز لكم، شيء تبون نعدل فيه. جيمنج سيت اب ترى لا ما انا ببرايفت، ما انا ببرايفت، اي لا ما ابي جيم. وش ذا الغباء اللي فيني؟ شكلهم هم بادين اساسا. يعني اي شيء اكتبوه في الكومنت عشان نحاول نحسن من ادائنا، نحاول يعني. شكلهم والله بادين. اوه هم 11 دور، سلامات. اطلع بس كومنت ريفايل ذا كله كبره. طيب خلنا ندور شيء ثاني يطلع من هنا. هي خطمت من عندي ناموسة. تدرون خلنا نسوي جيم برايفت بس ندرفت انا وياكم نسولف شولي شوالي. هني علق، هني نفسي علق. اوكي ناخذ، ايش تبون ناخذ؟ ام بم بم بم. هذه أليمة، مو بدريفت اللي حقت شو اسمه أمه ذي، ما أدري شو اسمه الحين تشوفون، حق التفجير. توب جير، وين توب جير؟ اللي زارفينه من جي تي فايف. أمزح، معلش على الصوت اللي طلع تو. اوكي يلا روح. طبعا هذه نفس الكابلس تشوفونه الحين جوا ماب توب جير من من انجلترا. المهم هلا روح يا شنب، نمزح نمزح نمزح. يعني اي شيء اقول لكم، اي اقتراح لكم في الكومنت اكتبوه، لا تستحون من، لا تستحون. وان شاء الله اي كومنت، انا احب اقرا الكومنتات اكثر، يمكن اكثر شخص احب اقرا الكومنتات انا، مع انه ما يجيني كومنتات واجد، لكن ام النطل البايخ ذي. شيء سيارة دب خلفي وقوية، ف اخي متعود على كود عشان كذا كان اعدل السيارة اعدل ذا. اديله الكابريتش، ما ودي تمشي صاحبي. خذ لك دريفت السلام عليكم.
والشيء الثاني مره طلعنا ذا ماشوا يعني زي ما قلت لكم الكومنتات اهم شيء اهم شيء اهم شيء يعني خلك عادي اي اكتب اي شيء يعني سواء اقتراح طبعا اللي اغلب الناس اقترحوا ان نسوي لايف زومبي اوكي انا ان شاء الله بسوي لايف زومبي بس اتحرى ريان يدخل لانه الحين له تقريبا 3 ايام او 4 ايام ما دخل سكايب فما ادري ايش قصته مو ما ادري ايش قصته عفوا ما ادري ايش دخل امه بس الشيء الثاني انه قبل ما ذا قبل ما قبل 3 ايام جيت مسوي انه يا لايف فاكتشفت انه ما سحن الاكونت اللي فيه المبات فراح عنه المبات وحنا ما كان معليش بس صار مايك بس كذا حقك راسي كان كنا بنلعب على ماب درايز زومبي بس كان ما سحن ويوم حملهن طلعنا نلعب لعبه ثانيه فما بدنا نصور فان شاء الله اول ما يرجع نبدا نصور ان شاء الله باذن الله اذا ما اديله يا دريفت اديله يا دريفت خلنا نطلع بوريكم سيارة طبعا الحين بيجينا ناس في الكومنت يقول تنصحني نشتري سيارة ايش دخل ام السيارة مدري الشريط اذا كان عندك اكس بوكس اشري اذا كان ما عندك يعني ما انصحك تاكله زيي وتشري اكس بوكس عشان شريط بالاخير يطلع يعني هو صعب يبيله تفهم له فهم مو بصعب يعني اذكر انا كان عندي جي تي 5 ما يبيله شيء سهل ما هذا صعب شوية صدق هذه جيتن هدية طبعا قاعد اكل فصفص انه فصفص وباجية بس مانجي لازم ياكل فصفص تبي تشوفون شيء بالكريزلر انما ايه حصري للفورد اخي ما ادري ليش لو قلت فصفص حبه حبتين ثلاث يعني ما صار الا معي كنا 3 حبات تحس ان كل واحدة اطلق طعم من الثانية لكن لو صار معي كيس كبير و تحس ان طعمه بايخ ما ادري ايش رايكم بالله حي يجي هذا هذا اللي ودي كنا وديكم بال متعاس اي صح يا شباب اللي له في خبر بفارزا سواء فار ولا ثري يا ليت يضيفني او يرسل رسالة على الخاص او اي شيء المهم يحاول يضيفني عشان لاني الصراحة شاري الاكس بوكس علشان فارزا وبالاخير ما فهمت له فيعني حرام يضيع هباء هباء حرام يضيع اشتري اكس بوكس عشان لعبة باخر ما افهم له والحين تصدقون اني مفكر ابيع اصلا يعني له 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 وراي انا قمت اكلج اللي له نظر فاي يلا يعطينا صومات في الكومنت قلب حراج ما قلب يوتيوب يا روح ابدا بعد واعتذر على ان سحبنا على ماينكرافت لكن زي ما قلت لكم اذا ما كنتم سمعتوا في الكومنتات اللي راحت قلت لكم ان العالم انمسح بالغلط فاذا تبون نبدا من جديد فليت تقولوا لنا في الكومنت
اكتب اي شيء في الكومنت، لو تصير زي صديقنا حشرة ذا اللي كل كومنت ما شاء الله حشرة احس مشترك مع العالم عشان يقول حشرة بس، والعالم ما غير يعطونه لايك. ايش رايكم بالدعاية؟ ادري ان الكومنت اللايف هذا ممل شوي، بس يعني مجرد تحديد للقناة لا اكثر ولا اقل. روح الدريفت، الدريفت الخياس. فيلا ما ودي اطول عليكم لاني قعدت 16 دقيقه وانا ما ودي اطول، فيلا ما كان معاكم دحوم من قناه RDXON HD. فيعني اذا كنت جديد على القناه وكل ما عليك الا تروح تنغز فوق سبسكرايب ولايك وفيفرت، اهم شيء تكون، لان اللايك والفيفرت يحمسنا اكثر ان ننزل المقاطع. فيلا السلام عليكم.